بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 75. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نور على الدرب. نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ صالح الفوزان، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه رسالة من المستمع حسن أحمد رابح، سوداني يعمل بقطر، يقول في رسالته: نحن في السودان يأتي بعض الناس إلى المفتي أو المطوع فيقول: اكتب لي محاية، أو أعطني الفاتحة، أو اكتب لي حجاب تيسر أموري، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم يجب عليه أن يحافظ على عقيدته، عقيدة التوحيد التي تربطه بربه، والتي هي أساس دينه ومناط سعادته في الدنيا والآخرة، فيحفظها من كل ما يؤثر فيها أو يخدشها من الأقوال والأفعال والبدع والخرافات، بأن يتوكل على الله ويستعين بالله ويعلق أمله بالله، ولا يدعو غير الله في جلب الخير أو دفع الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وما ذكره السائل من أنه يذهب إلى المطوع أو إلى من يسميه بالمفتي ويطلب منه أن يكتب له الفاتحة أو يكتب له شيء من الحروز والحجب، هذا شيء لا يجوز، لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، ولأن هذه الحروز وهذه الحجب منها ما هو شرك. إذا كتب فيها ألفاظ شركية كالاستعانة بالجن أو الشياطين أو أسماء مجهولة، فهذه الحجب التي من هذا النوع، أو كتب فيها حروف مقطعة، فهذه الحجب التي من هذا النوع تعتبر من الشرك بالله عز وجل، ولا يجوز تعليقها ولا كتابتها بإجماع أهل العلم. أما إذا كانت هذه الحروز أو هذه الكتب والحجب فيها شيء من القرآن، فالصحيح أيضا من قولي العلماء أنه لا يجوز تعليقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتمائم هي الحروز والحجب التي تعلق لدفع الشر أو شفاء المرض أو نحو ذلك، وهذا عام فيما يعلق حتى ولو كان من القرآن، لأن في ذلك تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، ولأنه وسيلة وفتح باب لتعليق أشياء لا تجوز، ولأن في هذا امتهانا للقرآن الكريم. إن القرآن إذا كتب على هذه الصورة على شكل حجب وحروز وتمائم، صار يعلق على الأطفال وعلى من لا يتحرزون من النجاسة أو من يدخلون أماكن قذرة، فإن هذا عرضة لامتهان القرآن الكريم. فالحاصل أنه يجب على المسلم أن يتجنب كل هذه الأمور. والذي ورد وصحت به الأحاديث أنه يقرأ على المريض قراءة مباشرة، وهو ما يسمى بالرقية الشرعية، بأن يأتي القاري ويقرأ على المريض أو على موضع الإصابة، أو نفس المريض أو المصاب يقرأ على نفسه وعلى جسمه، وهذا أحسن وأتم، هذا الوارد. أما أن يكتب كتابات وتعلق حروز وحجب وتمائم، فهذا لا يجوز للمسلم أن يتعامل معه. وهؤلاء الذين يكتبون مثل هذه الحجب وهذه الحروز غير مؤتمنين على عقائد المسلمين، وغير مؤتمنين فيما يكتبونه في هذه الحروز وهذه الحجب، وربما يكون أكثرهم جهالا لا يميزون بين الحق والباطل، وربما يكون منهم مضللون يقصدون تضليل الناس والاحتيال عليهم لجلب الطمع والكسب من الناس بهذه الأشياء والاحتيال على الناس وأخذ أموالهم. فالواجب على المسلم أن يكون حذرا، وأن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يتعاطى هذه الأمور التي لا تسلم العقيدة من جرائها ومن شرها، والله أعلم. جزاكم الله كل خير.
هذه رسالة وصلتنا من مهند أحمد فرج من العراق بغداد حي البلديات، يقول في رسالته: إنني أقوم بالصلاة حسب أصولها، ولكن دوامي المدرسي يتعارض مع وقت صلاتي، ولا يسمح لي إلا أن أصلي صلاة الفجر والمغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فليس لدي الوقت الكافي للصلاة إلا بعد عودتي من المدرسة. فضيلة الشيخ، هل أستطيع جمعها مع صلاة المغرب؟ وهل علي إثم لعدم صلاة الظهر والعصر؟ أفيدوني بارك الله فيكم. أما ما ذكرت من محافظتك على الصلاة، هذا شيء تشكر عليه، ونرجو الله عز وجل أن يزيدك منه. والمحافظة على الصلاة من أهم الواجبات، لأن الصلاة هي عمود الإسلام. الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، قول جل وعلا: والذين هم على صلاتهم دائمون أولئك في جنات مكرمون. والمحافظة على الصلاة علامة الإيمان، ومن حفظ صلاته حفظ دينه، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وفى فيها فإنه يكون في بقية أمور دينه موفيا ومحافظا. وكذلك المحافظة على الصلاة معناها من المحافظة على الصلاة أداؤها في أوقاتها التي شرعها الله تعالى فيها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن أهم المحافظة على الصلاة أن تؤدى في مواقيتها، ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة لوقتها. والمسلم لا يقدم على صلاته شيئا من أعمال الدنيا، لأن الصلاة لها الصدارة في عمل المسلم، ووقتها محجوز، لا يجوز أن يشغل بغيره. قال تعالى في مدح المؤمنين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وحتى في أشد الحالات على المؤمن، وهي حالة الخوف ومواجهة العدو، يجب على المسلمين أن يصلوا الصلاة في وقتها حتى ولو كانوا في حالة مواجهة مع العدو. وهذا مذكور في القرآن الكريم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا في حالة الخوف. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا وأنتم تمشون أو أنتم راكبون إذا كنتم في حالة خوف، وأنتم مطلوبون من عدوكم وتخافون منه وهاربون منه. إذا حانت الصلاة فالمسلم يصلي على حسب حاله، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. فالواجب عليك أيها السائل، والواجب على جميع المسلمين، أن يصلوا الصلوات في مواقيتها، وأن لا تشغلهم الأعمال الدنيوية ولا الوظائف ولا الدراسة ولا أي عمل عن أداء الصلاة في وقتها. وأداء الصلاة في وقتها لا يستغرق كثيرا من وقت الإنسان، ولا يشغله عن طلب الرزق، بل هو يعينه على ذلك. فالواجب عليكم أن تصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها في مكان العمل، بأن تهيئوا مكانا تصلون فيه صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها، وأنتم في الدراسة أو أنتم في العمل. ثم الواجب على ولاة الأمور من المسلمين، وعلى القائمين على التعليم، وعلى غيره من أعمال المسلمين، أن يحسبوا للصلاة حسابها، ويسمحوا للطلاب أو لمنسوبيهم بأداء الصلاة في مواقيتها من غير أن يشغلوهم عنها. هذا هو الواجب على المسلمين عموما، وعلى ولاة أمورهم ومسؤوليهم خصوصا، لأنه بدون هذا فإن الدين لن يتم ولن يصح، وبالتالي لن يكون للمسلمين عزة ولا مكانة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالمحافظة على هذا الدين، لا سيما الصلاة التي هي عمود الإسلام. فلا نجد لكم عذرا في أداء الصلاة في وقتها. أما ما ذكرت من هل يجوز جمع الصلاة الظهر والعصر مع المغرب، فهذا لا يجوز بإجماع المسلمين، لا يجوز أن تجمع الظهر والعصر مع المغرب. المغرب إنما يجمع إليها صلاة العشاء الآخر في حالة العذر الشرعي،
أما الظهر والعصر فلا يجمعان مع المغرب حال من الأحوال، وأنتم لستم من أهل الأعذار الذين يباح لهم الجمع، لأن عذر الدراسة أو عذر العمل هذا ليس بعذر مبيح للجمع. نعم، جزاكم الله كل خير. هذه رسالة من المستمع محمد عوض الله أبو عمير بقرية الشوق من جمهورية السودان، يقول في رسالته: لي جار مدمن خمر ويؤذيني بلسانه، وبعض الأوقات يكون معي طيب جدا، وفي نفس الوقت يخاصمني ويقوم بكيدي، فماذا أفعل له وهو جاري؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. لا شك أن الجار له حق في الإسلام، والأوصى الله جل وعلا بالجار، الإحسان إلى الجار. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجار لا شك أن له حق، أن له حقا على مجاوره بالإحسان إليه. أما ما ذكرت من أن جاركم يتعاطى الكبائر من الذنوب، أنه يشرب الخمر وأنه يعمل شيئا من كبائر الذنوب، فالواجب عليكم مناصحته والإنكار عليه وتخويفه بالله عز وجل وموعظته، أنه ما دام أنه يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذه المعاصي والموبقات والكبائر، فيجب عليكم مناصحته وتذكيره لعل الله أن يهديه بسببكم، فله حق عليكم، ويتأكد هذا بكونه جارا لكم. فالواجب عليكم أن تناصحوه وأن تعظوه وتذكروه، فإذا أصر ولم يتب فإنك تهجره في الله بأن تترك كلامه ومجالسته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يصدر منه أذى عليك في حقك، فإن الذي ينبغي أن تصبر على أذى الجار وأن تقابله بالإحسان، فمقابلة السيئة بالإحسان هذا من صفات أهل الإيمان ومما أوصى الله به. لكن مع ما ذكرنا من المناصحة والموعظة، وإذا استدعى الأمر أن تهجره وأن تترك مكالمته والجلوس معه، لعل ذلك يكون رادعا له وسببا في توبته، مع الصبر على ما ينالك منه من الأذى، فإن الجار لا شك أن له حقا على جاره، والله المستعان. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذه رسالة من المستمع شعبان عبد الحميد إبراهيم، مصر الجنسية ويعمل بالعراق، ويسأل ويقول: نحن في قرية وجميع الأهل في القرية إذا فعلوا شيء قبل أن يفعلوه يقولون الفاتحة للنبي، هل هذا الأمر له أصل في الشرع وهل هذا خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الفاتحة من أعظم سور القرآن، هي أم القرآن ولها فضل عظيم، ولكن قراءتها في مثل هذه الحال، بأن تقرأ في بعض الأحوال للنبي أو لغيره أو لروح فلان أو لروح الميت، هذا من البدع. نعم، لأنه لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الفاتحة عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل، فالذي يقول إن تشرع قراءة الفاتحة للنبي أو لغيره من الأموات يحتاج إلى دليل، فإن جاء بدليل وإلا فهذا القول مردود عليه، لأنه بدعة، ولم يرد في قراءة الفاتحة لروح النبي ولا لغيره دليل شرعي، فهو من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالفاتحة لا تقرأ لا للنبي ولا لغيره، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن أن يهدى له ثواب من العبادات إلا ما ورد به الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه من الأجر مثل أجور من اتبعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فكل عبادة مشروعة إذا فعلها المسلم وناله أجر منها فإنه ينال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، من دون أن يهدي إليه ثوابا أو يقرأ له قراءة أو ما أشبه ذلك. فالرسول ليس بحاجة إلى الإهداء، وإنما المشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم محبته أكثر من محبة النفس والأهل والمال والناس أجمعين، والمشروع الصلاة والسلام عليه كما أمر الله جل وعلا بذلك، أن نصلي ونسلم عليه، وذلك يصل إليه أينما كنا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني.
وكذلك سؤال الله له الوسيلة والفضيلة بعد فراغ المؤذن، هذا قد أمر به النبي، قد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، فما ورد به الدليل من الصلاة عليه والسلام عليه وسؤال الله له الوسيلة والفضيلة هذا نعمله، أما الفاتحة وقراءتها أو قراءة شيء من القرآن أو إهدى شيء من الثواب لم يرد دليل به فهذا من البدع، لما ذكرنا من أنه الأمر توقيفي والعبادات توقيفية، وثانيا أن الرسول في غنى عن ذلك لأن ما تقبله الله من طاعاتنا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يناله من الثواب مثل ما مثل ثوابنا، لأن من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور أتباعه، والله أعلم. جزاكم الله عنا كل خير. سؤاله الثاني يقول: بالنسبة للمولد النبوي عندما يأتي يوم 12 ربيع الأول تحتفل جميع القرية بهذا المولد، هل يوجد احتفال بهذا المولد في الشرع أو لا يوجد له أصل؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. كذلك كما ذكرنا في جواب السؤال الذي قبل هذا أن العبادات توقيفية، نعم، بمعنى أنه لا يقدم المسلم على فعل شيء منها إلا بدليل من الشارع، وإلا كان هذا من البدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فالاحتفال بالمولد النبوي إذا بحثنا عن دليل له من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أو حتى من عمل القرون المفضلة الثلاثة أو الأربعة القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد حرفا واحدا يدل على إقامة المولد، فما دام أنه كذلك ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الخلفاء الراشدين ولا من عمل الصحابة ولا من عمل القرون المفضلة فلا شك أنه بدعة محدثة وكل بدعة ضلالة. أيضا إقامة المولد أو إقامة الاحتفال بالمولد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ممنوع من ناحية أخرى، لأنه تشبه بالنصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله. والاحتفال بالمولد مدعاة للإطراء والغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حاصل، فإن هذه الموالد الغالب أنها تشتمل على الشرك وعلى الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاد الأشعار الشركية التي فيها الاستغاثة بالرسول ودعاء الرسول كقصيدة البردة وغيرها التي فيها من الشرك الأكبر الشيء الكثير والعياذ بالله، مثل قوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، ومثل قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الملاذ وهو المعاذ في الشدائد، وجعل الدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم، وجعل علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشد هذا الغلو وهذا الإفراط والعياذ بالله. فالدنيا والآخرة ملك لله سبحانه وتعالى، والعياذ واللياذ بالله سبحانه وتعالى، لا يعاذ بمخلوق وإنما يعاذ بالله سبحانه وتعالى، لا سيما في عند الشدائد والكروبات. وهذا يحصل في هذه الموالد من هذا الشرك وهذا الغلو وهذا الإطراء الشيء الكثير. فالاحتفال بالمولد النبوي من البدع المحدثات المنكرات التي جاءت بعد انقضاء القرون المفضلة، وفيه تشبه بأهل الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالنصارى هم الذين يحتفلون بمولد المسيح، وهذا من قديم. لماذا لم يقم الصحابة احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم والنصارى في وقتهم يقيمون الاحتفال بمولد المسيح؟ لماذا لم يقيم المسلمون احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقيم النصارى احتفالا بمولد المسيح إلا لمنع التشبه بهم؟ فهذا دليل على أن هذا الاحتفال بالمولد إنه من البدع المنكرة المحدثة
مع ما يشتمل عليه مما ذكرنا من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر وإنفاد الأموال في معصية الله سبحانه وتعالى وضياع الوقت وغير ذلك. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يكتفوا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، ففيه الخير والبركة وفيه السعادة في الدنيا والآخرة، والله ولي التوفيق. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم. نشكركم لحسن المتابعة، وكان معنا فضيلة الشيخ صالح الفوزان. حتى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله.